من كام يوم، وبعد 14 سنة وأكثر من 32 مليار دولار خسائر، أوبر أعلنت أخيراً إنها حطت رجلها على أول سلم الربحية ب 400 مليون دولار صافي ربح عن الربع الثاني من 2023. وعشان كده ما كانش ينفع الخبر ده يعدي من غير ما نكلمكم على أهم الاستراتيجيات في إدارة المشاريع والتحول من الخسارة التشغيلية للربحية. استراتيجية التحول دي، أو اللي بنسميها في علم المال الانفلكشن بوينت، اتبناها الرئيس التنفيذي للشركة ذو الأصول الإيرانية دارا كسروشاهي من بعد ما مسك الشركة في 2017. الوقت ده كان وقت صعب جدا على الشركة من بعد ما طالب أكبر المساهمين والمستثمرين في شركة أوبر باستقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة ترافيس كلانيك. أما بقى استراتيجية دارا الرئيس التنفيذي الجديد فاعتمدت على مبدأ بسيط جدا، وهو تحويل الأخطاء لأهداف مالية. أولهم إنه باع وحدات الأعمال أو البيزنس يونيتس اللي ما كانتش مهمة قوي أو استراتيجية بالنسبة للشركة، زي أوبر إي تي جي واللي كانت بتوفر للعميل تجربة القيادة الذاتية للسيارة. كمان باعت أوبر جزء من حصتها في شركة كريم بقيمة 400 مليون دولار، وحصتها في أبليكيشن اسمه زوماتو، وده من أكبر الأبليكيشنز لتوصيل الطعام في الهند، بمبلغ 392 مليون دولار. وده بيقولك افتكر إنك تركز على كل ما هو مهم للبزنس بتاعك. في 2020 وقت الركود العالمي وحظر التجوال اللي حصل بسبب أزمة كورونا، أوبر قررت إن هي تسرح 20% من إجمالي العمالة الدايمة اللي عندها. وقد ما ده كان مؤلم، قد ما كان ضروري إن الشركة تعدي الفترة دي بأقل تكاليف ثابتة ممكنة. ولو في حاجة واحدة دارا هنا كان ممكن يقولها، فأكيد كان هيقول خلي بالك، أعرف إمتى تزود استثماراتك وإمتى تحافظ على حجمك، أو زي ما بنقول في البيزنس to run as lean as you can. وبدل ما كان هدف الشركة الأول والأخير هو احتكار السوق والاستحواذ على الشركات المنافسة واللي كلفها غرامات مالية كبيرة في دول زي كولومبيا وألمانيا وإنجلترا، بدأت أوبر تغير استراتيجيتها وتخرج من الدول اللي ما قدرتش تكون فيها رقم واحد أو اتنين نتيجة للمنافسة الشديدة فيها، وقررت إن هي توقف خدمة أوبر إيتس في دول مشهورة بالأكل زي إيطاليا. وكأن دارا هنا بيقولك حاول تلعب بس باللي تفوز بيه. والمحور الرابع اللي ركزت عليه أوبر في استراتيجيتها هو الاشتراكات الشهرية، أو اللي سميتها أوبر ون، واللي وصل عدد المشتركين فيها مؤخراً لأكثر من 12 مليون عضو. ورغم أن الاشتراكات الشهرية أو العضوية الشهرية دي بتكلف أوبر مبالغ كبيرة جداً نتيجة الخصومات المستمرة اللي بتبعتها الشركة للعملاء، واللي معاها بالتبعية بيقل هامش ربح الشركة دلوقتي، إلا أن هم لقوا أن كل ما الخصومات دي زادت كل ما زاد عدد استخدام الابليكيشن من الأعضاء دول، واللي معاه بالتأكيد هيزيد متوسط ربحية الشركة على المدى الطويل. وهنا لازم تتعلم انك ما تبصش ابدا تحت رجليك، وخلي دايما عينك على اللي انت عايز توصل له قدامك. ولو كنت فاكر ان الاستراتيجيه اللي اتبنتها اوبر خلصت لغايه هنا تقليل التكاليف والخروج من بعض الاستثمارات، بحب اقول لك انك غلطان، لان اوبر فضلت مكمله على نفس المنهج الشرس في التعامل مع الربحيه. وفي اخر سنتين قررت اوبر ان هي تستحوذ على اكتر من 15 شركه، بس المره دي كان التنويع مهم جدا في استثمارها. ورغم ان اغلب الشركات دي بتندرج انشطتها تحت بند توصيل الطعام او المشروبات الكحوليه او الخضروات والفاكهه، الا ان التنويع هنا كان بيستهدف عملاء او مناطق مختلفه، زي ابلكيشن اسمه بوست ميتس، وده واحد من اكتر الابلكيشنز استخداما في توصيل الطعام في غرب الولايات المتحده والمكسيك. وعشان كده اوبر قدرت تحقق المعادله الصعبه في استراتيجيتها بين النمو والربحيه. وده بيقول لنا انك لما تبقى في مطاردة على الربحية اوعى تمشي جنب الحيط. وفي النهاية لو هنقول جملة واحدة تلخص مشوار اوبر خلال السنين اللي فاتت دي كلها مع الخسارة، فهنقولك انك لما تحب تدخل ملعب البيزنس لازم تكون عندك الادوات اللي مش بس تخليك تلعب، لا تلعب عشان تفوز. استنوني عشان تسمع كل جديد في المال والاقتصاد، وما تنسوش تتابعوني دايما على Financial Freedom Today.